يا بيك بس لو تقلي شو في ببالك. عم افكر نكسب ابو العز لصفنا. بس بشو بده يفيدنا ابو العز يعني؟ بكفي انه بيكره غازي. بدي اياك تنزل على الشام تعرض على ابو العز انه يشتغل معنا. بلا مؤاخذه يا بيك، شو بده يشتغل معنا؟ منورد له حنطه وشعير. اسف بيك، اذا بدي احكي معك على بساط احمدي، هالقصة ما حتمرق على ابو العز، ما حتمرق بنوب. ما عندي مشكله، حاكي بصراحه وافهم لي منه على شو ناوي بخصوص غازي. امرك يا بيك. قلبنا الشام عليه وما لقينا، مشيت انه يسترجي يجي لهون ما بيسترجي. والله ما عم تطلع البنت من بابي. لا والله، لا والله. يعطيكم العافيه يا جماعه. يسلمك. كيفك ابو العز؟ يا حي الله بحياتي. منقول الحمد لله اخي، منقول الحمد لله. ان شاء الله في شيء اخبار عن غازي. طول بالك، لسه هي وصلت من الضيعة. كيف ابو شوال؟ من الله بنقول بخير. تكون لسه زعلان مشان قصة فارس؟ لا سيدي مالي زعلان. ليك صاحب الشان هون، انا ما دخلت. صلي على النبي ابو شوال، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. رايح ساوي شاي. عود عود. شرف عمي. هي صالح هلا بساوي لنا. صالح امرك عمي ابو العز. صحيت مي عمي الله يرضى عليك وبي شاي. امرك عمي ابو العز. يا محمد ان شاء الله في شيء تحت لسانك. والله عن غازي لسه ما في اخبار. قاصد بيك سلم عليك. بعد رسول الله السلام. جنابه جاي عباله يصير شغل بينك وبينه. شغل؟ كلام قاصد بيك على عين الراس. اي والله على عين الراس. بس قبل ما افكر افتح شغل بيني وبينه، هذا باب اذا فتحته يمكن مو وقته. في شغلات كثيرة لبالي بدي احلها اول. وانا بالنيابة عنه بقول لك شو بتريد؟ نحن حاضرين. ايه؟ والله على عيني والراس. بس شوف يا عمي حاتم، اول ما اشتغل انا الزلمة بدي بنتي ترجع لبيتي. واليوم قبل بكره اي شغله عندي وبرقبتي لحالي ما حدا دخلوا فيها ولا حدا خصوا. اي وحده تاني باشتان، انا في حساب طويل عريض بيني وبين غزي. كمان هذا برقبتي لحالي وانا بحله وراح حله. ثالث باشتان، صاحبك قاصف بيك خاوز معي وما حلف صافي. قص نص وقتلنا له بدنا نرجع الضيعة. خلينا نأجل قصة الضيعة شوي لحتى نحل قصة بنتك وقصة غازي. قصة غازي عمي هي لحالها برأسيها، ما حدا يقرب عليها. هي لحالها، قلت لك أنا رح حلها. وإذا قلت لك إنه آصف بيك بده يساعدك. شلون عيبان؟ المصلحة وحدة يا أبو العز. آصف ما حينام مرتاح طول ما غازي حاط براسه يرجع الضيعة. وانت أكتر واحد بيعرف انه غازي بيطعن بالظهر. ايوه اخي عتيم، بلا مستحى منك يعني. عدم مؤاخذة، منين لوين يعني؟ كيف بده يساعدني قصد بيك؟ الحكي اللي سمعته حكي قصد بيك. قصدك حاتم. سوتين زاد الشيء. اخي انا هذا حاتم انا ما بحبه. ملعب ليكو، ضحك على غازي وبعدين ضحك على فارس. في موال براسه، ولا تستبعد بكره يقلب على قاصف. ها لك هذا قاصف بيك بعته، مو جاي من حاله. حتى لو كان الكلام المضبوط بتاخده من تمه لقاصف، هو بذات نفسه.
هات الحسابات هات. بضل صابر علي هذا ليه انت؟ تيجي للحق ما عاد ينصبر علي اكثر من هيك، صار لازم نخلص من شره. شو قصدك؟ هلا شوف، انه نقتله لغازي او نضربه ما له وارده، ليك فتن انت على الحبس وشفت شو صار باهل بيتك بغيابك. المشكلة انه غازي واحد خبيث، مو رجال خرج تواجه وجه لوجه. اعطيني الزبدة ابو شواد، الزبدة. بكره الصبح بنطلع على الضيعة اللي عند قاصف بيك. يا حي الله، زمان مستني زيارة. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. تفضل. يا الله كل شيء وقته حلو والله يا صبي، كل شيء وقته حلو. طمني شو اخبار صار غازي؟ والله هيك حديث بيلزم قاعده هيك تكون على رواق. حاتم اذا بتريد شوف لنا شو صار بالاكل. امرك يا بيك، أمرك. قبل ما نبلش حديثنا يا بيك، معلش يسألك عن هالخواجة اللي راح. لا يروح فكرك لبعيد، مو أبو العز اللي بتهزه ريح. الزلمة كان جوزها لحرمتي بشرع الله، وراح كمان بشرع الله. خلينا أقول مفهوم مفهوم. نحن في بيناتنا شغل، والواحد بالشغل لازم يعرف من مين عم يدير باله، ولمين عم يعطي ظهره، ولمين لازم يأمن. أنا وأبو شوال واحد، سبري بسبره، عم كأنه أخي يعني. الشيء اللي بتحكيه قدامه كأنك عم تحكيه قدامي، واللي بتسمعه إياه كأنك سمعتني. ليش عندكم شك بحاتم؟ الحياة يا آصف بيك، أنا اللي قلت له للمعلم أبو العز إنه حاتم مالي مستنطفه. سكت عليه شيء؟ مسك اليد. لا والله، بس مثل ما بيقولوا رب العالمين بالعين ما شاف بالأعلن عرف. شوف القاصف بيك، وأنا خليت سليم يجيبني لهون. وليش ما فات لهون؟ ما حب يفوت، قال واقف برا مع جبر وتركي. كيفه غازي؟ غازي؟ غازي عار على بيت الشمالي. ما عادت مطولة، ليك قربت. ضيعة راحت منه، ومصاري قد ما كان معه حينصرفوه، بالاخير ما في شيء ما بيخلص. كل ما وقع بسرعة بيكون أحسن. يلا وإيدك. نحن اتفقنا يا أبو العز، وأنا أعطيتك كلمتي. على راسي والله. آصف بيك، وبعد إذنك معلم، بس شو سر العداوة بينك وبين غازي؟ شبنا أبو جوال، أنت بتعرف قصة أم فارس وحاتم. قصة قديمة كثير. وقتها صارت بضيعة البيك. سؤال أبو شوال مطرحه يا أبو العز، الحساب اللي بيني وبين غازي دهر بحاله ما بكفي ليخلص. عال هاي نحن فيها يا بيك، سمعنا بنسمع. الغيب علينا بعد اليوم. ها أعوذ بالله، براسي يا آصف بيك، براسي والله. بس كمان نحن متأمل تشريفك، حطها براسك. أنا بجي على الشام كتير، خصوصي إنه عندي بستان بالغوطة. بعرفه بعرفه بعرفه، عنا عنه يا سيدي. يلا ابو شوال، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. وعليكم السلام. شو القصة يا بيك؟ بينتوا هذا ابو العز مو طايقين ابنه؟ حاني في حديث بدنا نحكيه. امسكي من ايدي. شو هذا يا ابو العز؟ شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم بعمل اللي بيعمله كل رجال مع اهليته، وانتو اهلي يا ست كبيرة، الا اذا كان بدي اروح عمي ابو غازي ويقبره وتزعل مني. عدل المصاري مصاريكم ومصاري. مصارينا نحن؟ ايه، وانا كل مدة والتانية رح ابعث لك قدمهم. كتر خيرك. سلم ليلى، سلمي.
بدون حراج بدون مصاري لكم، بس ثلاث سنين كيف؟ والضيعة شو رح يصير فيها؟ الضيعة وضلت عزبي حالك يا ست مليلة. غازي طالما عنده ضفير عم يخرمش فيها، قاصد بيك ما حيرجع لكم اياها. وهلا شو العمل يا ابو العز؟ دخيلك ساعدنا. والله ما لحل يا ست مليلة، الا اذا انقلعت اضافيره مشروش على غازي. ست مليلة ولا يروح فكري لبعيد، انا عن نفسي ما راح امد ايدي عليه. وهذا وعد لكان شو بدك تعمل له؟